أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المخطوب عليهم ولا الضالين كما يعرف كل أحمدي إن يوم العشرين من فبراير يحيى ذكراه في الجماعة انطلاقا من النبوءة عن المصلح الموعود وبهذه المناسبة تقام الجلسات في فروع الجماعة وهذا العام سيكون العشرون من فبراير بعد ثلاثة أيام لكني رأيت من المناسب أن أتكلم عن هذا في خطبة اليوم كانت النبوءة أنه سيولد لسيدنا المسيح الموعود عليه السلام ابن يتمتع بمحاسن كثيرة، وسوف يحالفه التأييد الخاص والنصر من الله، فقد ذكر سيدنا المسيح الموعود عليه السلام هذه النبوءة بما يلي، فقال: «النبوءة الأولى بإلهام الله تعالى وإعلامه» ان الله الرحيم والكريم رب العزه والجلال والقادر على كل شيء جل شانه وعز اسمه قد خاتبني بوحي منه قائلا اني اعطيك ايه رحمه بحسب ما سالتني فقد سمعت تضرعاتك وشرفت أدعيتك بالقبول بخالص رحمتي وباركت رحلتك هذه يعني سفري إلى هشاربور ولوديانا فآية قدرة ورحمة وقربة ستوهب لك آية فضل وإحسان ستمنح لك ومفاتيح فتح وظفر ستعطى لك سلام عليك يا مظفر هكذا يقول الله تعالى لكي ينجو من براثن الموت من يبتغي الحياه ويبعث من القبور اهلها وليتجلى شرف دين الاسلام وعظمه كلام الله للناس ولياتي الحق بكل بركاته ويزهق الباطل بجميع نحوساته وليعلم الناس اني انا القادر افعل ما اشاء وليوقنوا اني معك وليرى ايه بينه من لا يؤمن بالله تعالى وينظر الى الله ودينه وكتابه ورسوله الطاهر محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم نظرة انكار وتكذيب ولتستبين سبيل المجرمين ابشر فستعطي ولدا وجيها طاهرا ستوهب غلاما زكيا من صلبك وذريتك ونسلك غلام جميل طاهر سينزل ضيفا عليك اسمه عمن وعيل وبشير لقد اوتي روحا مقدسه وهو مطهر من الرجس هو نور الله مبارك الذي ياتي من السماء معه الفضل الذي ينزل بمجيئه سيكون صاحب الجلال والعظمه والثراء سياتي الى الدنيا ويشفي الكثير من امراضهم بنفسه المسيحي وببركه روح الحق انه كلمه الله لان رحمه الله وغيرته قد ارسلته بكلمه التمجيد سيكون ذهينا وفهيما بشكل خارق وحليم القلب سوف يملا بالعلوم الظاهره والباطنه انه سيجعل الثلاثه اربعه انه يوم الاثنين مبارك يوم الاثنين كتب سيدنا المسيح الموعود عليه السلام عن جعل الثلاثه اربعه انه لم يتضح معناه ولد صالح كريم ذكي مبارك مظهر الاول والاخر مظهر الحق والعلاء كان الله نزل من السماء ظهوره جد مبارك ومدعاه لظهوره جلال الله تعالى بشرى لك ياتيك نور مسحه الله بطيب رضوانه سوف ننفخ فيه روحنا وسيظله الله بظله سوف ينمو سريعا وسيكون وسيله لفك رقاب الاسارى وسيذيع صيته الى ارجاء الارض وسيتبارك منه اقوام ثم يرفع الى نقطته النفسيه السماء وكان امرا مقضيا فبحسب هذه النبوءه وخلال مده ذكرها حضرته قد ولد له ابن سمي بحضره ميرزا بشير الدين محمود احمد الذي جعله الله خليفه ثانيا له وبعد ذلك بمده طويله اعلن حضرته بتلقي الخبر من الله انه هو المصلح الموعود الذي تنبا المسيح الموعود عليه السلام بولادته وإن كون هذا الابن قد مُلئ من الله بعلوم ظاهرة وباطنة، وكونه ذهينًا وفهيمًا وتحليه بصفات أخرى، قد أقر به الأحمديون وغيرهم أيضًا ويدركون ذلك جيدًا، فقد أقر بذلك الأغيار علنًا الان ساتناول بعض من انجازات سيدنا المصلح الموعود في العلم والمعرفه وغيره من شتى المجالات وقبل الاستماع الى ما ساقول لا يغيبن عن بالكم ان صحه حضرته في الطفوله كانت ضعيفه جدا ومعتله فكان يعاني الالم في عينيه ولحقا فقد البصر من احدى عينيه ثم ان التعليم المادي الذي تلقاه لم يكن شيئا يذكر فقد قال شخصيا انني بالكاد درست حتى الابتدائيه لكن لما كان الله قد وعد بانه سيملاه بعلوم دينيه وماديه فقد مكنه من القاء الخطابات والخطب القويه محيره العقول فقد كتب مقالات رائعة ليس لها نظير، وأشاد بروعتها حتى الأغيار. اليوم سأقدم بعض المقتبسات، وقبل ذلك أقدم لكم حجم أعماله وعدد مؤلفاته وخطاباته ومقالاته وخطابيه ومجالس العلم والعرفان. فمجموعه انوار العلوم التي تضم الكتب والخطابات والمحاضرات والمقالات والرسالات له يبلغ عدد مجلداتها ثمانيه وثلاثين مجلدا قد تجهزت وكثير من المجلدات قد نشرت وبعضها جاهز للطباعه وعدد هذه الخطب والخطابات الف وعشرون وعدد صفحاتها الإجمالي عشرون ألف وثلاثمائة وأربعون صفحة وعدد صفحات التفسير الكبير والتفسير الصغير ومواد التفسير الأخرى يبلغ ثمانية وعشرين ألف وسبعمائة وخمسا وثلاثين صفحة وعدد الخطب التي ألقاها يوم الجمعة ثمانية عشرة ألف وثمانية خطبة وهي في ثمانية عشر ألف وسبعمائة وخمسة صفحة وألقى واحدة وخمسين خطبة بمناسبة عيد الفطر وصفحاتها خمسمائة وثلاثة والقى اثنتين واربعين خطبه بمناسبه عيد الاضحى وصفحاتها 405 وخمسه والقى مئه وخمسين خطبه بمناسبه اعلان النكاح وعدد صفحاتها 684 واربع وثمانون وعدد الخطابات التي القاها بمناسبه الشورى قد نشر المجلد الاول والثالث منها وصفحاتها ألفان ومائة وواحد وثلاثون وإذا جمعنا كل هذه الصفحات فيكون المجموع سبعمائة وخمسين ألف صفحة وخلية البحث في الجماعة تصفحت عداد جريدتي الحكم والفضل من عام الف وتسعمائة وثلاثة عشر إلى الف وتسعمائة وسبعين. فيقولون انهم وجدوا ماده جديده لم ينشر بعد في انوار العلوم او اي كتاب فقد وجدوا خمسه وخمسين مقالا وسبعه وعشرين خطابا ومائه وثلاثه واربعين مجلسا للعلم والحرفان ومائتين واثنين وعشرين عنوان للملفوظات حضرته و وواحد وثلاثين مكتوبا فهي ذخيرة علمية كبيرة الآن أقدم لكم أولا من إنجازاته العلمية بعض التفاصيل لترجمته وتفسيره للقرآن الكريم وآراء الأغيار وتعليقاتهم بحقها إن التفسير الكبير يغطي تفسير تسع وخمسين سورة وهي في عشرة مجلدات وعدد صفحاته خمسه الاف وتسعمائه وسبعه صفحه واضافه الى ذلك قد تم العثور على كثير من الملاحظات التفسيريه في الاف الصفحات ومن المامول انها ايضا ستنشر يوما من انجازاته الكبرى تقديم ترجمه ارديه سلسه للقران الكريم المنشوره في صوره التفسير الصغير كانت عند حضرته في أواخر أعوام حياته رغبة عارمة في أن ينشر في حياته الترجمة الأردية السلسة مع ملاحظات جامعة وموجزة لكامل القرآن الكريم، فبعد العودة من أوروبا في عام 1955، صحيح أن صحته كانت معتلة عمومًا، إلا أن الله قد أيد خليفته الموعود بروح القدس تأييدًا خارقًا، بحيث سافر حضرته في يونيو عام 1956 إلى جبال ماري وهناك بدأ يملي هذه الترجمة وتمكن من إنهاء ترجمة كاملة عند العصر في الخامس والعشرين من أغسطس عام 1956 فقد أنجز هذا العمل في موضع النخلة وهو قرية صغيرة عمرها حضرته في مصيف كالكار ثم راجعها مرتين ومروراً من شتى مراحل التبييض والطباعة صدر التفسير الصغير في الخامس عشر من نوفمبر عام الف وسبعة فقد قال سيدنا المصلح الموعود أرى أن جميع الترجمات التي صدرت إلى اليوم للقرآن الكريم لم يراع في اي منها التوافق والانسجام بين التعبير العربي والتعبير الاردي مثلما روعي في هذا التفسير الصغير فحين نقرا هذه الترجمه عموما ونقرا الملاحظات خصوصا يتبين لنا ان حضرته راعى ذلك فقد وفقه الله بمهض فضله لاحراز هذا الانجاز العظيم خلال مده قصيره فقال حضرته ان الله قد وفق هذا الانسان الضعيف والمسن لاحراز انجاز عظيم لم يقدر عليه غيره من الاقوياء جدا فقد خلا خلال ثلاثه عشر قرنا ابطال اقوياء لم يقدر احدهم على هذا الانجاز الذي وفقني له وفي الحقيقه هذا فعل الله يمكن من انجازه من يشاء وقال في موضع اخر لقد تمت ترجمه كامله للقران الكريم بفضل الله ورحمته اي قد تجهز التفسير الصغير من الحمد لله الى الناس وتبين من مقارنته بالتفسير الكبير ان التفسير الصغير قد تضمن بايجاز مواضيع لم ترد في التفسير الكبير ثم صدر إنجاز مهم وهو تفسير القرآن الكريم باللغة الإنجليزية واسمه التفسير في خمسة مجلدات وفي مستهل هذا التفسير كتب سيدنا المصلح الموعود بقلمه مقدمة زاخرة بالمعارف ألقى فيها الضوء بأسلوب نادر وخلاب على ضرورة القرآن الكريم مع وجود الصحف السماوية الأخرى والحياة الطيبة للنبي صلى الله عليه وسلم وجمع القرآن وتعليمه في نهاية هذه المقدمة كتب حضرته بعنوان الشكر والتقدير حيث يقول في نهاية هذه المقدمة أود أن أقر بخدمات منقطعة النظير للمولوي شير علي المحترم التي قدمها رغم اعتلال صحته لترجمة القرآن الكريم باللغة الإنجليزية وكذلك سيد ملك غلام فريد ومعالي شودري أبي الهاشم خان المرحوم ومرزى بشير أحمد المحترم يستحقون الشكر فقد كتبوا الملاحظات التفسيرية على ترجمتي تلخيصا من شتى خطبي وكتبي ودروسي وقال أيضا لكون تلميذ سيدنا الخليفة الأول وردت في تفسيري حتما مواضيع عدة تعلمتها من حضرته لذا فإن هذا التفسير يضم تفسير سيدنا المسيح الموعود عليه السلام وتفسير الخليفة الأول وتفسيري أنا أيضا فلما كان الله قد مسح المسيح الموعود بروحه ومكنه من العلوم التي هي ضرورية لهذا العصر، لذا فإنني لأرجو أن هذا التفسير سيشفي الكثيرين من المرضى، وينال به البصر الكثيرون من العميان، ويسمع ببركته الصم ويتكلم البكم، ويمشي العرج والمحاقون، وأن ملائكة الله سيباركون في مواضيعه وأنه سيحقق الهدف الذي من أجله ينشر اللهم آمين فالذين قرأوه إلى اليوم من الأغيار وحتى المسيحيين أثنوا عليه كثيرا العلامة نياز فتحبوري وكان من مشاهير الكتاب والباحثين والأدباء غير الأحمديين ومحرر جريدة نكار شهرية لما قرأ التفسير الكبير الذي قام به سيدنا المصلح الموعود بعث إلى حضرته رسالة قال فيها: "أطالع في هذه الأيام المجلد الثالث من التفسير الكبير بنظرة فاحصة، لا شك أنك قد قدمت فيه رؤية فريدة تمامًا لدراسة القرآن الكريم، وإنه لأول تفسير من نوعه حيث جُمع فيه بين المنقول والمعقول بشكل رائع. إن كل كلمة منه لدليل ساطع على تبحر علمك، وشمول نظرك وعمق فكرك وثاقب فراستك وحسن استدلالك ويؤسفني جدا اني ظللت جاهلا بهذا التفسير العظيم الى هذا الاوان علما ان كاتب هذا الكلام هو من المثقفين والعلماء الكبار ويتابع ويقول في اثناء مطالعه تفسير سوره هود امس اندهشت بالإطلاع على أفكارك الرائعة حول قصة لوط عليه السلام فلم أملك نفسي حتى كتبت هذه الرسالة ليس بوسع أداء حق الإشادة بأسلوبك الفريد في تفسير قوله تعالى هؤلاء بناتي والذي هو مختلف تماما عن باقي المفسرين وقال العلامة النياز فتحبوري في رسالة أخرى أقرأ التفسير الكبير بالليل بانتظام إنه برأيي أول تفسير باللغة الأردية يمكنه أن يقنع ويطمئن العقل البشري إلى حد كبير، ثم كتب: إن الخدمة التي أسديتموها للإسلام بهذا التفسير تبلغ من العظمة بحيث لا يسع أحدا من معارضيكم إنكارها، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ويروي السيد أخطر أورينوي الحائز على شهادة الماجستير ورئيس قسم اللغة الأردية في جامعة بتنا حادثا حدث معه ويقول أعطيت البروفيسور عبد المنان بيدل رئيس قسم اللغة الفارسية سابقا وعميد كلية شبينة في بتنا حاليا بعض المجلدات للتفسير الكبير للخليفة الثاني واحدا تلو اخر فتاثر بقراءه هذا التفسير لدرجه انه اعطى بعض مجلدات هذا التفسير مشايخ المدرسه العربيه شمس الهدى في بتنه من اجل القراءه، وذات يوم دعا عده مشايخ وسالهم عن رايهم في هذا التفسير، فقال احد المشايخ: لا يوجد تفسير مثله في التفاسير الفارسيه. فسال البروفيسور عبد المنان وهل يوجد له مثيل في التفاسير العربيه فسكت المشايخ وبعد قليل قال احدهم لا توجد في مدينه بتنا كل التفاسير العربيه وما لم نقرا جميع التفاسير المصريه والشاميه لا نستطيع ان نبني رايا صائبا فبدا البروفيسور يذكر التفاسير العربيه القديمه وقال لا يوجد أي تفسير في أي لغة أخرى يضاهي تفسير مرزا محمود يمكنكم أن تجلبوا التفاسير الحديثة من مصر والشام وتناقشوني بعد بضعة أشهر فبهت علماء العربية والفارسية الجالسون هناك وقال أحد الأحمديين سيد محمد أعظم الحيدرابادي عن صديقه الحميم نواب هادور يارجانك الذي كان من الشخصيات البارزة في الهند وباكستان ولم يكن من الأحمديين كان نواب هادوريار جانغ يكثر من ذكر التفسير الكبير في مجالسه ويعترف بعظمته دائما ويقول لقد استفدت من المعارف المذكورة فيه استفادة كبيرة أما الشيخ عبد الماجد دريا وله كتب عديدة وكان محرر مجلة صدق جديد الصادرة من اللكناو فكتب عند وفاة حضرة المصلح الموعود نشر من كراتشي خبر وفاة إمام الجماعة الأحمدية القاديانية مرزا بشير أحمد محمود في الثامن من نوفمبر في ربوة بغض النظر عن بعض أقائده الأخرى ندعو الله تعالى أن يجزي الفقيد على مساعيه التي ظل يبذلها في عمره الطويل بكل حماس وعزيمة في سبيل نشر القرآن الكريم في العالم كله ونشر دعوة الإسلام إلى جميع انحاء المعمورة وأن يعامله بالعفو بسبب خدماته هذه لا شك أن ما قام به الفقيد من شرح لحقائق القرآن الكريم وتبيين لمعارفه ومعانيه يحتل مكانة سامية جدا من الناحية العلمية ثم هناك زعيم شهير لجماعة الأحراريين المولوي مظهر علي أظهر وقد قال في كتابه مؤامرة خطيرة: "لقد قال المولوي ظفر علي خان: إن الأحراريين قد استغلوا الأوضاع تحت غطاء المهاردة للأحمديين استغلالا مشينا، وتلاعبوا بها لجمع الأموال أيما تلاعب. لقد أكلوا تحت غطاء معاردة القاديانية أموال المسلمين الفقراء التي كسبوها بعرق جبينهم. هلا هل سال احد هؤلاء الاحراريين ماذا فعلتم من اجل منفعه المسلمين وما هي الخدمه التي اسديتموها الى الاسلام وهل قمت بتبليغ دعوه الاسلام ولو على سبيل النسيان ثم قال للاحراريين وهو نفسه احراري ايها الاحراريون اعيروني سمعكم وانصتوا لن تستطيعوا انتم وشركاؤكم أن تهزموا مرز محمود حتى يوم القيامة إن مرز محمود يملك علم القرآن فماذا عندكم؟ هل فيكم أحد يقدر على أن يقرأ ألفاظ القرآن الكريم قراءة عادية؟ إنكم لم تقرأوا القرآن قط ولو في أحلامكم إنكم لا تعلمون منه شيئا فماذا ستعلمون الناس؟ انكم لن تقدروا على مقاومه مرزا محمود مهما استعنتم باحد ان مع مرزا محمود جماعه مستعده للتضحيه بكل ما تملك من مال ونفس ونفيس على اشاره واحده منه ليس لديكم سوى السباب والكلام البذيء اف لكم ولخيانتكم وغدركم وكتب أيضا إن مرزا محمود لديه دعاة ومبلغون وعلماء في تخصصات شتى لقد ثبت رايته في جميع بلاد العالم إني لا أستطيع أن أمتنع عن قول الحق ولا بد أن أقول إن كنتم تريدون معارضة مرز محمود فتعلموا القرآن أولا وعدوا الدعاء وافتحوا مدرسة عربية وانشروا دعوة الإسلام في البلاد الأخرى إزاء تبليغهم. هل دفع الناس لسب المرزائيين الأحمديين نبل ومروءة؟ هل هذا تبليغ دعوة الإسلام؟ كلا، بل هو تشويه سمعة الإسلام. وكتب جريدة إمروز الصادرة من لاهور في عددها يوم الثلاثين من الشهر الخامس عام 1966 معلقة على التفسير الصغير لحضرة المصلح الموعود إن القرآن الحكيم منبع الرشد والهدى للبشرية كلها وسيظل هذا الكتاب الكتاب المبين إلى يوم القيامة يرشد الناس إلى سبيل الحق والعدل في شؤون دينهم ودنياهم ويهدي الضالين التائهين الى الصراط المستقيم ليت علماء اليوم ايضا يدركون هذه الحقيقه ان القران المجيد دستور الحياه الكامل المكتمل وليس هناك شعبه من شعب الحياه او مرحله من مراحلها الا ونستطيع ان نستمد فيها بالقران الكريم ولكن البديهي ان هذا يحتم علينا معرفه معاني القران الكريم اذ ما لم يستوعب الانسان مفاهيم احكام الله المذكوره في القران او في نظام محكم فكيف ينال منه الرشد والهدى لذا فان فهم القران الكريم ضروري وعندها يعرف المرء ماذا يقول القران ونظرا لهذه الحاجه فقد بدا منذ بدء تفسير القران وشرح مطالبه منذ نزوله وهذه العمليه مستمره حتى اليوم وستظل الى يوم القيامه والذين ساهموا في عمليه تفهيم القران الكريم لجديرون بالشكر والجهود التي بذلها المفسرون في عصورهم لنشر ما جاء به القران من بصيره وهدى ستلقى الاستحسان دائما حيث بدات بها وعلى اسس محكمه ثابته حركه لتفسير القران الكريم ومعرفه مطالبه ومعانيه ونشرها وستظل مستمره والحمد لله ثم تقول هذه الجريدة: أمامي الآن التفسير الصغير وهو حصيلة أفكار إمام الجماعة الأحمدية الحاج ميرزا بشير الدين محمود المرحوم، وهو يتضمن نص القرآن الكريم وترجمته بالأردية، بالإضافة إلى حواش وملاحظات مفصلة لشرح كثير من الآيات، وإن لغة الترجمة والحواشي بسيطة وسهلة الفهم جدًا. وكتبت جريدة قنديل الأسبوعية في عددها الصادر في التاسع عشر من الشهر السادس عام 1966 إن الذوق العالي الذي تبديه أنجم حماية الإسلام بلاهور وشركة التاج المحدودة في طباعة المصحف الشريف لجدير بالإشادة والثناء ثم كتبت عن التفسير الصغير إن طباعة التفسير الصغير لإضافة لا جديدة في هذه المساعي المنعشة للروح إن هذه الترجمة والتفسير هو من جهود إمام الجماعة الأحمدية مرزا بشير الدين محمود أحمد ولغة الترجمة والهوامش سهلة الفهم لكي يستفيد منها الجميع مهما كانت درجة علمه وثقافته لقد تمت هذه الترجمه والتفسير مع مراعاه ما ورد في جميع تفاسير المفسرين القدامى ونشر القران الكريم في هذه الطبعه الجميله لخدمه عظيمه للاسلام ولكن المشايخ في باكستان يقولون اليوم ان هذا التفسير فيه تحريف ولذلك فُرض الحظر عليه علما ان التفسير الصغير محظور في باكستان ولا يحق لاحد ان يحتفظ به في بيته برغم من ان العادلين القدامى منهم قد قالوا ليس في هذا التفسير اي شيء من التحريف بل هو جدير بالثناء ويمكن للمرء ان يتعلم منه الكثير ندعو الله تعالى ان يوفق مشايخ هذا العصر ايضا ان ينظروا بالعدل والقسط لقد تركت محاسن التفسير الإنجليزي للقرآن الكريم الدينية والأدبية تأثيرا كبيرا في كبار أهل العلم في أوروبا وأمريكا وكتبوا تقاريض جميلة فمثلا قال عالم معروف إي جي أربري إن هذه الترجمة الجديدة للقرآن الكريم والتفسير هو عمل عظيم المجلد الحالي هو بمنزلة المحطة الأولى يتحدث عن مجلد وصله قبل 15 عاما تقريبا بدأ العلماء الباحثون الأحمديون في قاديان هذا العمل الجبار وظل جاريا تحت قيادة حضرة مرزا بشير الدين محمود أحمد المشجعة كان العمل عظيما بمعنى أن يطبع القرآن الكريم بحيث يكون النص مع الترجمة الإنجليزية الصحيحة تماما وإلى جانب الترجمة تفسر كل آية يضيف المعلق قائلا في البداية هناك مقدمة طويلة كتبها حضرة مرز بشير الدين بنفسه ثم أورد الراوي ما ورد في المقدمة بإيجاز ولو قدمنا هذا العمل كذكرى عظيمة لذوق البحث العلمي للإسلام لما بالغنا لقد تمت الاستفادة من كتب التفسير واللغة والتاريخ وغيرها الموثوق بها في كل مرحلة من إعداد هذه الترجمة إن قائمة تلك الكتب طويلة جداً وتترك تاثيرا كبيرا في القرى يتبين من ذلك ان الحاملين على هذه الترجمه والتفسير لم يقراوا جميع التفاسير العربيه فقط بل اطلعوا ايضا على ما كتبه المستشرقون على سبيل النقد ولو القينا نظره على الترجمه فقط فلا بد من القول بان الترجمه خاليه من الاخطاء اللغويه وهي قيمه جدا لقد رد فيها على المعترضين من غير المسلمين أيضا وتتضمن نقدا مناسبا على الأديان الأخرى. قد تبدو أجزاء كثيرة منها للقراءة لغير المسلمين أحادية الجانب وقابلة للاعتراض ولكن يجب أن يكون معلوما أنها أيضا كتبت بإمحاض النية وهي جديرة بالقراءة بانتباه خاص ويتبين منها السبب وراء اعتراض المتقين واهل العلم من المسلمين على تعليم الاديان الاخرى العاديه كذلك قال الدكتور جارلز اس بريدن رئيس قسم التاريخ والادب والاديان في جامعه نورث ويست في امشدام في امريكا ان طباعه الكتاب جميل جدا والتنضيد ايضا راق جدا ويمكن قراءته بكل سهوله وبشكل عام انه اضافه قيمه في الكتب الاسلاميه باللغه الانجليزيه والعلم كله ممتن جدا للجماعة الأحمدية. كتبت جريدة مسيحية النصر: "لقد قامت الجماعة الأحمدية بأعمال بارزة في مجال نشر الثقافة الإسلامية في أمريكا والقارة الأوروبية، وهذا العمل جار نتيجة إرسال الدعاة باستمرار وبنشر الكتب والإعلانات المختلفة التي بواسطتها تبين فضائل الإسلام وصدق رسول الله". لقد سررنا كثيرا بمطالعة الترجمة الإنجليزية لمعاني القرآن الكريم هذه الترجمة عدت تحت إشراف إمام الجماعة الأحمدية حضرت ميرزا بشير الدين محمود أحمد وهي جذابة جدا وقرة لعيون القراء هذه الترجمة القيمة تتضمن أفكارا سامية جدا فقد وردت فيها الآيات القرآنية في عمود ووردت مقابلها في عمود آخر ترجمتها الإنجليزية ثم ورد التفسير المفصل يجد القارئ أنه قد رد في هذه التفاسير على اعتراضات المعاندين والمستشرقين ردا مفصلا يجدر بذكر أن إمام الجماعة الأحمدية حضرة ميرزا بشير الدين محمود أحمد قد كتب سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا إلى جانب هذه الترجمة وهذه السيرة وهذه الترجمة عديمة النظير ثم هناك تعليقات حول التفسير الكبير والتفسير الصغير والتفسير الإنجليزي في خمس مجلدات وسأذكر الآن بعضها سأبين الآن كيف أثنى الأغيار على ما قدمه لنا سيدنا المصلح الموعود رضي الله عنه من الكنوز العلمية وكيف وجدها هناك خطاب ألقاه حضرته على مسامع الضيوف غير الأحمديين وقال الأديب المصري المعروف الأستاذ محمود العقاد معلقا على تلك المحاضرة القيمة حين نشرت ترجمتها الإنجليزية وذلك في مجلة أدبية معروفة الرسالة، يبدو من مطالعة هذا الخطاب أن صاحبه يوجه النظام العالمي إلى حل مشكلة الفقراء أو مشكلة الثروة وتوزيعها بين أمم العالم وأفراده. وأنه بغير شك على اطلاع واف ومحيط بالأنظمة الحديثة التي عولجت بها هذه المشكلة وهي نظام الفاشية ونظام النازية ونظام الشيوعية وبعض النظم الديمقراطية أقول لم يكتب المعلق هذا الكلام دون سبب بل الحق أن حضرته كان مطلعا اطلاعا شاملا وعميقا على كافة هذه النظم الجديدة. يستأنف المعلق كلامه قائلا ولكنه يعتقد بحق أن المشكلة لا تحل على أيدي الساسة وزعماء الأحزاب والحكومات، وأنه لا مناص من القوة الروحية في حل أمثال هذه المشكلات، لأن الحل الشامل لكل مشكلة إنسانية عامة يتناول الناس كلهم. ولا يهمل فيه الباعث الاكبر على الطمأنينة والحماسة للخير والصلاح هو باعث العقيدة والإيمان. ثم عرض للأديان الكبرى القائمة في الهند خاصة والعالم عامة من حيث علاقتها بهذه المشكلة وتدبير الحلول التي تزود العالم بنظام أفضل من نظامه المغضوب عليه، فأتى بالأدلة الكثيرة على انفراد الإسلام بينها بمزية الإصلاح وتعميمه بين جميع الاجناس والطبقات فيما مضى وفي هذا الزمان لان من واجبهم ايضا ان يجدوا حلا لهذه المشكله ويزيلوا هذه المصيبه ثم يقول بان المؤلف قدم ادله كثيره على ان الاديان الاخرى لا تستطيع ان تقدم شيئا في هذا المجال وان قدموا نظاما بهذا الشان ان كان لديهم نظام اصلا ثم يقول بان الاسلام هو الدين الوحيد القادر على حل هذه المشاكل وكان بامكان الناس والاقوام كلهم ان يعملوا به من قبل ويمكنهم العمل به في العصر الحاضر ايضا ثم ذكر الاستاذ محمود العقاد خلاصه الخطاب اجمالا وقال ولم يقصر المؤلف او صاحب الخطاب مقابلاته ومقارناته على الاقائد الدينيه التي اجملنا الاشاره اليه فيما اسلفناه لقد اورد المعلق تفاصيل القضيه ولكنني لم اقراها ولكنه خصها بالعنايه لان العقيده كما قال هي امل الاصلاح الوحيد ونظر معها الى النظم السياسيه او الاجتماعيه فاذا هي قاصره عن بغيتها من الوجهه العمليه والوجهه الروحيه على السواء ثم اورد ملخص المحاضره النظام الجديد المحتوي على النظم السياسية والاشتراكية، ثم قال: ونحسبها صيحة لا تذهب في الهواء اذا انتشرت بين قراء الانجليزية الاوروبيين والامريكيين بل الهنديين والشرقيين. ثم هناك محاضرة بعنوان بداية الخلافات في الاسلام القاها حضرته رضي الله عنه في جلسة المجتمع التاريخي الحديث بالكلية الاسلامية في لاهور. وكانت محاضرة علمية تدل على إحاطة المحاضر الشاملة بتاريخ الإسلام، بحيث إن المؤرخين الكبار أيضًا أخذوا يعتبرون أنفسهم طلابًا في المدارس أمامه. يتلخص بحث حضرته في ثبوت براءة عثمان والصحابة الآخرين من كل نوع من الفتنة والعيب، بل كان سلوكهم مظهرًا للأخلاق السامية، وكانت أقدامهم راسخة على مراقي الحسنة. وأنه لم يكن لدى الصحابة أي اعتراض على خلافة عثمان بل ظلوا أوفياء له إلى آخر الأمر، وأن اتهام علي وطلحة والزبير بحياكة المكايد باطل تماما، وأن التهمة التي تلصق بالأنصار أنهم كانوا غاضبين من عثمان أيضا باطلة، لأننا نرى أن جميع زعماء الأنصار كانوا في سعي حثيث لدرء هذه الفتنة. لقد عبر بعض الأغيار عن انطباعاتهم حول هذه المحاضرة فقد كتب سيد عبد القادر البروفيسور في الكلية الإسلامية بلاهور إن اسم ابن جليل لأب جليل أي اسم حضرة مرزا بشير الدين محمود أحمد يعطي ضمانا كافيا أن هذه المحاضرة علمية جدا إن لي إلماما بالتاريخ الإنساني وادعي بكل ثقه ان هناك قله قليله من المؤرخين سواء المسلمين او غيرهم الذين استطاعوا بلوغ كنه الخلافات في عهد عثمان ونجحوا في فهم اسباب هذه الحرب الاهليه الاولى والمهلكه اما حضره المرزا فلم ينجح فقط في فهم اسباب هذه الحرب الاهليه بل ذكر في بيان واضح ومتسلسل تلك الأحداث التي ظلت دار الخلافة متزلزلة جراءها أرى أنه لم يطلع الراغبون في قراءة التاريخ الإسلامي قبل هذا على مثل هذا المقال المدعم بالأدلة بل الحق أنه كلما اطلعنا على كتب التاريخ الإسلامي الحقيقي ليحدي عثمان شعرنا أن هذا المقال عظيم يحتوي على دروس وعبر كثيرة هناك تعليقات أخرى ولكن ليس هناك وقت لسردها. ثم هناك خطاب آخر لحضرة المصلح الموعود بعنوان نظام الاقتصاد في الإسلام. وقد ألقي في مدينة الطلاب الأحمدية بلاهور واستمر لحوالي الساعتين والنصف. وحضره علاوة على الأحمديين مئات بل وآلاف كما ورد في بعض الأماكن من وجهاء المسلمين وغير المسلمين وكانت أكثريتهم من المتعلمين والمثقفين ثقافة عليا وبروفيسورات من جامعة البنجاب وطلابها ظل طوال هذا الخطاب أكثر البروفيسورات والمحامون وأهل العلم الآخرون يسجلون عندهم نقاط هامة واردة فيه يقول المصلح المعود رضي الله عنه وهو يذكر لب موضوع نظام الاقتصاد في الإسلام الاقتصاد الاسلامي عباره عن اختلاط مناسب للحريه الفرديه والتدخل الحكومي اي ان تكون هناك حريه فرديه مع تدخل حكومي بشكل يظهر اختلاطا وتعاونا مناسبا بينهما اي ان الاقتصاد الذي يقدمه الاسلام للعالم له ناحيتان ناحيه تسمح بتدخل حكومي محدود واخرى تتضمن الحريه الفرديه الى مدى معلوم فالمزيج المناسب لهاتين الناحيتين هو الاقتصاد الاسلامي بعينه والحريه الفرديه انما هي ليتيح للناس ان يجمعوا لهم زاد الاخره وتنشط فيهم روح الاستباق والتنافس أي ليس هذا للدنيا فحسب بل ليستمر التسابق في الخيرات أيضا والتداخل الحكومي إنما هو لكي لا يتمكن الاغنياء من القضاء على إخوانهم الفقراء اقتصاديا كأن الاهتمام بالتدخل الحكومي هو من أجل إنقاذ البشرية من الانهيار أما الحرية الفردية فهي لأجل المحافظة على روح التسابق والتزود للآخرة، وبدلاً من القضاء على الحرية الفردية، تم الحفاظ عليها بشكل كامل. فالإسلام يتضمن المحافظة على الحرية الفردية لكي يتمكن الإنسان بخدماته الطوعية من التزود للحياة المقبلة، وتقوي فيه روح التسابق التي لا تزال توسع له مجال التطور العقلي، وهو أيضاً يبيح التدخل الحكومي المحدود لكي لا يتأسس الاقتصاد على الجور والاستبداد جراء الضعف الفردي، ولا يصير حائلا دون شعب من شعوب بني نوع الانسان. وفي القسم الثاني من خطابه استعرض حضرته الحركة الشيوعية استعراضا تفصيليا من الناحية الدينية والاقتصادية والسياسية والنظرية والعملية. وفي الأخير قرأ بالأردية نص النبوءة العظيمة الواردة في الكتاب المقدس والمتعلقة بالشيوعية، كما ذكر نبوءات المسيح الموعود عليه السلام ونبوءاته هو أيضا. خلاصة القول: لقد أحدثت هذه المحاضرة للمسلح الموعود عليه السلام ضجة في الأوساط العلمية، وحقق بفضل الله تعالى نجاحا غير عادي على كل مستوى. لقد استمع إليها الحضور بكل شغف ولهفة وظلوا جالسين طيلة مدة المحاضرة وكأن على رؤوسهم الطير. مع العلم أن المحاضرة استمرت لساعتين والنصف. بكى أحد البروفيسورات بعد استماعه لها، كما أعرب بعض الطلاب المؤيدين للشيوعية عن فكرة أنهم أصبحوا مقتنعين بالاشتراكية الإسلامية ويعتبرونها صحيحة وحقة. وأعرب بعض طلاب من قسم الاقتصاد عن رغبتهم في طباعة الترجمة الانجليزيه لخطاب حضرته وإرسالها إلى بروفيسورات قسم الاقتصاد بالجامعه وذلك لأن أكثر البروفيسورات كانوا من الانجليزي في ظل الحكومه الانجليزيه آنذاك كما قالوا أيضا بينما يتم اقتراح مخططات مختلفة من قبل أشخاص آخرين لتنمية ورفاهية الهند في المستقبل فإن هذا النظام الإسلامي الذي قدمه حضرته سيمثل وجهات نظر المسلمين لقد رأس حفل هذه المحاضرة لالا رامشندر المحامي في المحكمة العليا بلاهور فألقى بعد محاضرة حضرته كلمة مختصرة قال فيها انني اعد نفسي سعيدا جدا اذ قد تسنى لي الاستماع الى هذا الخطاب القيم ويسرني ان حركه الاحمديه تتقدم وتزدهر كثيرا الخطاب الذي سمعتموه الان قد بين فيه حضره امام الجماعه الاسلاميه الاحمديه امورا جديده وقيمه جدا قد استفدت كثيرا من هذا الخطاب واعتقد انكم ايضا انتفعتم من هذه المعلومات القيمه لقد اسعدني هذا الامر ان غير المسلمين ايضا حضروا هذه الجلسه بجانب المسلمين ثم يقول كنت اظن ان الاسلام في قوانينه يهتم بالمسلمين فقط ولا يراعي غير المسلمين ولكن اليوم علمت من خطاب امام الجماعه الاحمديه ان الاسلام يعلم المساواه بين جميع البشر وانني فرح جدا بسماع ذلك وسوف أقول لأصدقائي غير المسلمين ما المشكلة في إعطائكم مثل هذا الإسلام تقديراً واحتراماً؟ الجدية والهدوء الذي سمعتم بها خطاب حضرته لساعتين ونصف لو رأى ذلك شخص أوروبي لاستغرب أن الهند قد ترقت لهذا الحد. يقول من سجل هذه التعليقات أنه كانت على لسان أكثر الذين استمعوا لهذه المحاضرة كلمات الثناء. بل واعترفت طائفة كبيرة منهم أننا وإن كنا نختلف مع ميرزا بشير الدين محمود أحمد من الناحية العقدية، إذ لا نؤمن بما يعتقده، إنهم يسلمون هذا الأمر مع اختلافهم في العقيدة مع حضرته، ولكن لا يسعنا إنكار الحقيقة أن حضرته أفضل علماء الهند في هذا العصر. وهذه كانت الحقيقة. اذ لم يتم الكشف عن الحقائق والمعارف القرانيه المتعلقه بعلم الاقتصاد وتقديم الرد على الفلسفه الاقتصاديه الاوروبيه بشكل يجبر منكر الاسلام ايضا على الاعتراف بافضليه نظام الاقتصاد الذي يقدمه الاسلام ويجبر انصار الاشتراكيه على التسليم بوجود العيوب فيها فقال المولوي شير علي: لقد سمع بعد الخطاب بعض الشباب غير الاحمديين يتحدثون فيما بينهم انه اذا ايدتم الاشتراكيه او الاشتراكيين بعد الان فعليكم اللعنه. كذلك كان هناك بروفيسور بدأ يبكي من شده التاثر لهذا البيان. وفي نهاية الخطاب أبدى الدكاترة غير الأحمديين والطلاب رغبة أن حضرته بسبب ضيق الوقت لم يتمكنوا من تغطية جميع الجوانب للموضوع في خطابه هذا، لذا نرجو أن يلقي خطابا آخر ويوضح فيها باقي الجوانب للموضوع حتى يرتوي الناس من فيض العلوم التي وهبه الله تعالى له. كان حضرته قد ملئ بالعلوم الظاهره والباطنه قال السيد عبد القادر الحائز على شهاده الماجستير وكان نائب العميد للكليه الاسلاميه بلاهور ورئيس قسم التاريخ كتب مقالا حول موضوع الاسلام والاشتراكيه في جريده سان رايز الصادره من لاهور كتب فيه لقد تشرفت بسماع محاضره السيد مرزا بشير الدين محمود احمد امام الجماعه الاحمديه حول موضوع النظام الاقتصادي في الاسلام والاشتراكيه كانت هذه المحاضره ايضا كباقي محاضراته التي تسنى لي سماعها منوره لافكار العلماء ومليئه بالمعلومات يملك السيد مرزا ملكات موهوبه من الله وكان ضليعا بشكل كامل في كل جانب للموضوع مع انه ليس بحائز على اي شهاده ولم يقم بدراسه وتحقيق بل الله تعالى علمه لذا تستحق افكاره ان نقدرها ونتوجه اليها ثم ترجم هذا الخطاب الى مختلف اللغات وقد أشاد به الإعلام الأجنبي والفئات المثقفة بعد قراءة تراجمه فكتب سيد رئيس المحكمة العليا في إسبانيا إس واي سي جوسن كاستن بعد قراءته الترجمة إلى المولوي كرم إله ظفر إنني أشكركم جزيل شكري على رسالتكم التي كان معها أجمل كتاب قرأته فأثر في طبيعتي تأثيرا رائعا وعظيما وإنني أؤكد لك أن الله تعالى سيكتب لك نجاحا عظيما في إسبانيا وغيرها إنه كتاب ممتع للغاية عن الظروف الحالية ثم كتبت جريدة روشني الضوء الصادر من سرينغر في الحادي عشر من الشهر الحادي عشر عام 1965 على وفاة حضرة المصلح الموعود وفاة ميرزا بشير الدين محمود أحمد الرئيس الأول للجنة كشمير في الهند كلها، كان المرحوم عالمًا جيدًا ومفكرًا، لم يكن له مثيل في الخطابة. حتى الخطابات التي ألقاها في جلسة واحدة حول المواضيع الدقيقة مثل نظام الاقتصاد في الإسلام، والنظام الجديد للاسلام قد نشرت في صوره كتاب ولقيت قبولا عاما ويمكن تقدير كونه عالما فاضلا من هذا الامر ان السير ظفر الله خان رئيس المحكمه الدوليه ايضا من اتباعه وبكلماته هو ان شخصيته جامعه لصفات حسنه يندر وجودها في شخص واحد، وهو منبع العلوم الظاهرة والباطنة. يعترف غير الأحمديين أيضًا أن حضرته كان مليئًا بالعلوم الظاهرة والباطنة. كان فارس ميادين الفكر والعمل على حد سواء، والجزء الكبير من حياته يمضي في الذكر والفكر، ومع ذلك هو قائد جريء ومن أولي العزم. ثم كتب: "إن كل كشميري يمدح جناب ميرزا بشير الدين محمود أحمد من قلبه؛ لأن له دور كبير في حركة تحرير كشمير. وفي عام 1931 حين بدأت حركة كشمير، فكان هو أول رئيس للجنة كشمير في الهند كله. ونتيجه جهوده هو بلغت هذه الحركه منتهاها وذاع صيتها في العالم كله ثم مؤتمر ويمبلي معروف جدا في تاريخ الجماعه وقرا فيه مقال حضرته الذي ابدى عنه الناس انطباعاتهم منها ما قاله رئيس المؤتمر بعد انتهاء الخطاب مظهرا انطباعاته لست بحاجه الى الكلام الكثير لان المقال نفسه يعرف على مزاياه ولطافته هذا شخص انجليزي وانني اشكر حضرته باسمي ونيابه عن الحضور كلهم ايضا على محاضرته الرائعه وعلى حسن ترتيبها وسمو افكارها وطريقه الاستدلال الوارده فيها ان وجوه الحضور بلسان حالها توافقني على كلماتي وانني على يقين انها تؤكد كوني على حق في اداء الشكر لحضرته نيابه عنهم ثم خاطب حضرته وقال انني ابارك لك على نجاح محاضرتك واقول ان مقالك كان اروع ما يكون من بين المقالات التي قرات اليوم ورد في التقرير عن المؤتمر انه جاء شخص الى حضرته وقال لقد عملت في الهند ثلاثين عاما ودرست احوال المسلمين وادله الاسلام لانني عشت في الهند كمبشر مسيحي ولكني لم اسمع في اي مكان عن الاسلام مثل هذه المزايا والوضوح والروعه كما عرضته اليوم في مقالك لقد أثر هذا المقال في تأثيرا عميقا من ناحية الأفكار وترتيبها ومن ناحية الأدلة الواردة فيه وهناك انطباعات كثيرة أخرى وعدد مقالات حضرته وخطاباته أيضا كبير كما ذكرت في البداية وإنما ذكرت بعض النماذج فقط. وأقدم مقتبسا آخر من جريدة فتى العرب الصادرة من دمشق في عام 1924 حين زار حضرة الخليفة الثاني أوروبا، ففي الطريق نزل في البلاد العربية أيضا، وفي أثناء ذلك نشرت الصحف العربية أيضا بعض الانطباعات عن حضرته، فكتبت جريدة فتى العرب من دمشق في العاشر من أغسطس عام 1924، هذا الخليفة في الأربعين من عمره، ولديه لحيه سوداء عريضه وهو حنطي الوجه والمجد والكرامه تسود وجهه وكلتا عينيه توحي عن ذكائه وفطنته ومعرفته وحكمته غير العاديه اذا رايت هذه القدرات العقليه في وجهه وهو يقف مرتديا عمامته البيضاء فستقتنع انك امام شخص يفهمك قبل ان تعرف ذلك وهو يراك بعينيه والبسمه تدوم على شفتيه ثم قال عن حضرته والبسمه تدوم على شفتيه تظهر احيانا وتختفي احيانا ولكنها تبقى على شفتيه دوما ثم كتب مخاطبا القراء اذا لاحظتم هذه الكيفيه لاستغربتم لا المعاني والجلال وراء هذه البسمه وهناك انطباعات مماثله كثيره لغير الاحمديين الذين وجدوا فرصه قليله او كثيره للبقاء في صحبه حضرته كانت الماده كثيره التي كنت امرت بجمعها ولكنني قدمت جزءا منها بسبب ضيق الوقت وذلك ايضا بايجاز شديد تاركا منه الكثير والامور التي بينها المسيح الموعود عليه السلام في النبوءه والاحرى ان نقول التي انبا بها الله تعالى قد تحققت في وجود حضره ميرزا بشير الدين محمود احمد والعلم والمعرفة اللذان وهبهم الله تعالى له لم يكن أي من كبار العلماء يستطيع مبارزته فيهما والأدبيات التي تركها هي خزينة الجماعة ولقد نشرت معظم خطبه وخطاباته ومقالاته وبقي قليل منها علينا أن نقرأها والآن تترجم بسرعة وسوف تتهيأ عما قريب إن شاء الله. وتمت ترجمتها باللغة الإنجليزية إلى حد كبير. أعني نشر بعض الكتيبات الصغيرة. ندعو الله تعالى ان يوفقنا للاستفاده من هذا العلم والمعرفه الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد محمد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل واللسان ويتاع ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ودوه يستجيب لكم ولذكر الله اكبر